وهذا السائل يقول كيف نميز بين الابتلاء وبين العذاب؟ ذكر أهل العلم أن الفرق بين الابتلاء الذي يكون للمؤمنين والعذاب الذي يجعله الله عز وجل على المذنبين، مع أن الصفة واحدة، يعرف بحال من نزل به هذا الأمر. فإن كان من نزل به هذا الأمر رجلا صالحا فإن هذا من ابتلاء الله عز وجل له ليميز الخبيث من الطيب، كما قال جل وعلا في أول سورة العنكبوت ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فبين الله عز وجل أنه يبتلي الناس ليميز الخبيث من الطيب. وأما غيره فإن هذا العذاب أو هذا الأمر الذي ينزل عليه فإنما هو لأمر قد اقترفه. وهنا مسألة أن بعض الناس لا يدري إذا نزل به البلاء أهو بلاء لرفعة الدرجة أم لذنب فعله، ولا تعارض بين ذلك للمؤمن، فإنه ما من مؤمن إلا وقد جاءه أو فعل من الذنوب شيئا كثيرا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يرى الذنوب كالجبل يكاد يهوي على رأسه، بينما المنافق يرى ذنوبه كالذباب يقول به هكذا فيذهب. فالمؤمن عندما يرى ينزل به شيء من البلاء أول ما يتهم نفسه بأنه قد قصر في بعض طاعات الله عز وجل. يقول بعض السلف: إني لا أعرف شؤم الذنب حتى في شسع نعلي، إذا انقطع شسع نعلي فإني أعلم ذنبا قد فعلته. ويقول بعضهم: إني لا أرى شؤم الذنب في خلق دابتي وزوجتي وصاحبي. فلذلك المؤمن في الحقيقة الذي قلت ذنوبه وعرفها يكاد يعرف كل أمر نزل به بأي ذنب فعل. ومما ذكروا في ذلك أن أبا المعالي الجويني رحمه الله تعالى، وكان فقيه الشافعية في زمانه، بل إن الشافعية إذا أطلقوا لفظ الإمام فإنهم يعنون به الجويني ولا يعنون به الإمام المنتسب إليه هو الإمام الشافعي. كان الجويني رحمه الله تعالى خطيبا مصقعا ومتحدثا بليغا، ولكنه ربما أحيانا كان يأتيه تلعثم في كلامه وتلجلج فيه، فكان إذا رأى شيئا من ذلك طأطأ رأسه وقال: هذا من أثر تلك المصة. فجاء أحد طلابه يوما فسأله متجرئا عليه فقال: أي مصة تقول؟ فإننا رأيناك إذا تغير حالك وثقل لسانك أحيانا قلت إن هذا من أثر تلك المصة. قال: إن أبي كان رجلا صالحا، نعم، وأبوه الإمام أبو محمد الجويني إمام في السنة والفقه كذلك. قال: إن أبي كان رجلا صالحا وكان يحرص على ألا يطعمنا إلا حلالا، وكانت لنا جارة تأكل الربا، فدخلت تلك الجارة إلى دارنا يوما فوجدتني أبكي وقد كنت صغيرا دون الحولين، فألقمتني ثديها فارتضعت منه. قال: فلما جاء والدي وعرف بالخبر حاول أن يخرج بعض ذلك اللبن الذي ارتضعته، فأخرج بعضه وبقي بعضه. قال: فما بقي أرى أثره في نفسي الآن. وهذا حق، فمن حرص على أن ينبت أبناءه من مال حلال فإنهم في الغالب يرى صلاحهم في أنفسهم وفي دينهم. وقد حدثني رجل لا أشك في صدقه أنه يقول: إني لأحسب على أهلي الدرهم وأقل ألا يدخل عليهم أمرا حراما في عملي وفي تجارتي وفي غيره، ويقول: أنا من أشد الناس في الدرهم وما دونه. يقول: ولله الحمد منذ نحو 25 عاما ما عرفت الدخول لمستشفى، وهذا من حفظ الله عز وجل لي ولأولادي بسبب بحثي عن المال الحلال.